بنجدد الترحيب بمشاهدينا الاعزاء، وهنتكلم مع حضراتكم برضو في موضوع فيروس كورونا، وهو موضوع مهم جدا، موضوع بيشهد ذروته في جمهوريه مصر العربيه. اعداد المصابين بتزيد بشكل كبير جدا، وطبعا احنا لا يخفى على احد ان احنا النهارده بنتخطى 50,000 اصابه، وده رقم كبير ورقم يعني ينذر بكثير من الحذر، يعني ينذرنا وبيعمل لنا لمبة حمراء وبيقول ان في مشكلة كبيرة عندنا في مصر، في ازمة وعي. احنا ما نقدرش نحمل الدولة اكتر من كده. الدولة على قد ما بتقدر بتحاول توفر مستشفيات، بتحاول تخلق مساحات جديدة يتعمل فيها مستشفيات ميدانية عشان نلحق اعداد المصابين اللي بتتزايد كل يوم، في ظل ايضا وتيرة مضطردة من الوفيات كل يوم. اذا الموضوع خطير، والموضوع زي ما هو خطير زي ما هو بسيط، ودايما بنقول مع حضراتكم ان الوقاية مجانا والعلاج بفلوس وتعب وألم ووقت وخسائر كتير. لازم نفهم ان هذا الفيروس انتشر في مجتمعنا بشكل او باخر، وبقى موجود حوالينا. طبعا بقى موجود حوالينا، وده بيخلينا المفروض نكون اكثر وعيا واكثر التزاما بكل المعايير الصحيه اللي بتلزمنا بيها الدوله والحكومه، اللي بتتكلم عنها في الاعلام وفي اليوفط وفي النشرات وفي التنويهات. ودايما بنتكلم مع حضراتكم عن التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامه واستخدام المطهرات، ولكن دايما الاذى دايما بيجي لك من الشيء اللي حضرتك مش عامل حسابك عليه. وزي ما بيقولوا بالمثل الفلاحي، العود اللي ما تشوفه يعميك، يعني في اللي ماشي كده وسط الغيط، العود الصغير اللي قد كده ده اللي انت مش شايفه بعينك المجردة، هو ده اللي هيخش في عينك، لان الفروع الكبيرة انت كده كده بتتجنبها. يعني عايزين نقول النهاردة في ظل وجود هذه الاعداد من المصابين اللي لسه كمان هنشهد ارقام جديدة، امتى اروح للمستشفى؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. يمكن الإعلام مركز معانا في طرق الوقاية ومعلوماتنا عن الفيروس والخدمات اللي بتقدمها الدولة، لكن محدش فهمنا إمتى نروح للمستشفى وإمتى نقوم بالعزل المنزلي، في أنه مرحلة لما تظهر عليا أنه أعراض. لأن عدد الوفيات بيفسر الآن في مصر إنها يعني جزء كبير منه إن الناس وصلت في مرحلة متأخرة، في نفس الوقت بنشهد ناس بتعاني من أعراض ملهاش علاقة بالكورونا خالص وعاملة زحمة قدام المستشفيات. عايزين نفض هذه الإشكالية عشان اللي أصيبوا يلاقوا يعني قدر لا بأس به من الرعاية الصحية اللازمة ليهم، وفي نفس الوقت ما نعملش أوفرلود على الدولة. طبعا بيسعدني يكون معي حد متخصص جدا في هذا المجال، القيمة العلمية الكبيرة الدكتورة شيرين عبد المعز، أستاذ الميكروبولوجي بالمركز القومي للبحوث. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا فندم. وقبل ما افتح معاك يعني حوارنا النهارده، انا حابب اقول لك عن مدى اعتزازك وفخري كمصري بان احنا عندنا مركز القومي للبحوث، لان انا فخور جدا بهذا البناء، فخور جدا بكل علمائنا اللي فيه، فخور جدا بالكم الهائل من الاختراعات والابداعات بتاعت الشباب في مجال الابحاث العلميه. شكرا لحضرتك، وفعلا انا شخصيا بشعر بفخر شديد ان انا عضو من اعضاء هيئه تدريس المركز القومي للبحوث. فعلا مكان كلنا نفخر بيه في مصر حقيقي. واتمنى يا رب يكون يعني ليه قدره ان هو يساعد في ان احنا نتغلب على الجائحه اللي احنا فيها دلوقتي ان شاء الله. انا كل ثقه، لان انا يعني ربنا اسعدني باني اصور برنامج اسمه ابحاث علميه، قعدت اصوره عندكم لثلاث مواسم برامجيه في قناه مصر الزراعيه، ما غيرتش المكان، ما غيرتش ابدا، ان ما فكرتش اروح في ولا مكان في مصر غير كل الحلقات اتسجلت في المركز القومي للبحوث. فعلا ده شيء فخر حضرتك عليه يعني. جدا يعني هو فعلا حقيقي. توصيل البحث العلمي للناس هو ده اهم شيء دلوقتي محتاجينه جدا في المرحله دي، ان احنا جداً نوصل مخرجات البحث العلمي عشان يمكن فعلا نقدر نطبقها، ودي تبقى الفايده الحقيقيه من شغل البحث. في كم هائل من الافكار اللي بره الصندوق موجودة فعلا في المركز. دي حقيقة فعلا. نرجع لسؤالنا اللي احنا بتدور حواليه حلقة النهاردة، امتى اروح للمستشفى؟ انا مش عايز اعمل اوفرلود على الدولة، وفي نفس الوقت مش عايز هذا الكم من الناس المتوترين اللي رايحين عاملين زحمة قدام المستشفيات وهم ما عندهمش كورونا، وعاملين زحمة على الناس اللي عندهم كورونا. واحنا ما عندناش رفاهية ان احنا نعمل المسحة لحد يعني سليم. انا مع حضرتك في ده تماما. احنا دلوقتي احنا لازم نعرف احنا بنواجه ايه. الفيروس
اولا في اكتر من ملايين الفيروسز اللي ممكن تسبب اعراض تنفسيه، وكذلك في بكتيريا كتيره جدا، انواع كتيره جدا ممكن تسبب نفس الاعراض. طب ازاي اقدر افرق بينهم عشان اعرف هل انا عندي كوفيد 19 ولا انا عندي بكتيريا عاديه ولا انا عندي فيروس ومفروض ان انا اتعامل معاه عادي باسلوب معين، ولا وصلت للمرحله ان انا فعلا لازم اتنقل للمستشفى. طبعا كلنا عارفين المستشفيات بتاعتنا على قد ما هي بتعمل اقصى مجهود عندها، على قد ما الاماكن محدوده، وبرضو الطاقم الطبي ما ينفعش نثقل عليه بان احنا نروح ونعمل حاجه وهي ممكن تتحل بطريقه ابسط بكتير. ففي المرحله اللي احنا فيها دي لازم نعرف الفرق ايه بين العدوى البكتيريه والعدوى الفيروسيه، وامتى العدوى الفيروسيه تبقى بسيطه ممكن اتعامل معاها في البيت، وامتى لا اقول انا وصلت لمرحله البيك اللي انا لا لازم الحق نفسي، يا اما الموضوع هيبقى خارج بره السيطره. العدوى البكتيريه هي عباره عن ميكروب بكتيري بيخش جسم الانسان بيعلي الحراره بتاعته جامد جدا، وبعد كده مع الوقت مع تطور المرض الحراره عماله تزيد الا لغايه لما يبتدي المضاد الحيوي بيشتغل ويعمل دور فعال يبتدي يقل. دي بتاخد لها ممكن من اسبوعين لثلاث اسابيع، والحراره فيها بتزيد مع الوقت وبعد كده تنكسر وتبتدي تقل. طب العدوى الفيروسيه، العدوى الفيروسيه بتبتدي الحراره فيها بسيطه في الاول، وبعد كده اخد الحاجات المسكنات ومخفضات الحراره تبتدي تقل معايا وترجع تاني ترد تاني، بس برضو بتبقى مش واصله للبيك قوي. طب ايه الفرق بين البكتيريا والفيروس؟ ما كلهم عندي رشح وعندي كحه وممكن وجع في الزور وتكسير في العظم وكده، كل دي اعراض طبيعيه جدا. الفيروس كورونا فيروس في حاجات زياده عليه شويه، ان احنا ممكن يؤدي بينا مشكله في الجهاز الهضمي فيحصل اسهال شديد. بيحصل في بعض الفيروسات التانية، بس مع كورونا لو انا اتكلمت عن الموضوع من اوله لاخره اقول طب هل انا خلطت حد كان عنده كورونا؟ هل كنت واخد احتياطاتي صح ولا لا؟ هل انا مناعتي كويسه تقدر تستوعب ان انا اقاوم المرض ولا لا؟ هي بتبقى كيس هيستوري مع شويه الاعراض ابتدي استوعب فيها. هل انا حاسه الشم والتذوق عندي موجوده ولا مش موجوده؟ كل دي مراحل بتفرق لي شويه بين الكورونا فيروس وبين اي فيروس تاني. طيب لو انا وصلت للمرحله، اولا الكورونا فيروس دي موجوده في العالم من زمان، يعني هي حتى جه اكتر من جائحه منها السارس كورونا فيروس اللي جه في 2003 وكان في الصين برضو هونج كونج، وبعد كده جه في 2012 جه الميرس اللي هو جه في الشرق الاوسط والامارات والسعوديه، وبرضو كان في عدد وفيات كلها من نفس العيله. طب ليه السنه دي الدنيا صعبه قوي كده؟ لان الفيروس تحور تحور بطريقه مختلفه. فيروسين من العائلات الفيروسيه او عائلتين كبار بيتحوروا بطريقه محدش يقدر يتوقعها، الانفلونزا فيروس والكورونا فيروس. عندهم قدره غريبه ان الجينات بتاعتهم جزء منها يتشال، جزء منها يروح مكان جزء تاني، فبالتالي بقى فيروس تاني خالص الجسم ما يقدرش يتعرف عليه. مناعتنا كبني ادمين ما تقدرش تتعرف عليه. طب امتى اروح المستشفى زي ما حضرتك سالت؟ لما ابتدي الاعراض تزيد توصل لحاجه اسمها سايتوكاين ستورم او قبلها بشويه، يحس بالم شديد في صدره، مش عارف ياخد نفسه بطريقه طبيعيه. طب ايه اللي حصل؟ الكحه بقت بروجريسيف، بقت عمال يكح عمال طول النهار بطريقه مش طبيعيه. في الحاله دي لا، لازم على طول في لحظتها اتنقل المستشفى وابتدي اعمل كل التحاليل. حتى لو ما كنتش حاسس بالحراره، باعتبار ان انا باخد مخفضات حراره، حضرتك بتقولي مع الفيروسات بتنزل شويه وترجع تاني. وهي حرارتها مش عاليه قوي، ممكن من 37 و6 و8 تلاقيها. انت مش حاسس بحاجه، انت ممكن يعني لو حضرتك شايف ان احنا نطلع معيار الحراره من الموضوع ونركز قوي مع الم الصدر، ضيق النفس والكحه الشديده، لان دي المرحله اللي بتبقى فعلا الانسان وصل فيها لمرحله الخطر. في مشكله الفيروس ده بيعملها، بما ان جسمنا مش عارفه او مش متعود عليه فجهازنا المناعي بيحاول يقاومه، وده حقه الطبيعي. طيب الفيروس اصلا بيخش اساس احلى مكان يقعد فيه فين؟ الحويصله الهوائيه في الرئه. المكان ده عباره عن، هو المكان عباره عن زي بالونه صغيره كده بيحصل فيها تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون يطلع في بره الرئه بالاكسهيليشن، والاكسجين يدخل من الدم للرئه دي، اوكي؟ طيب المفروض الحويصله دي عشان تقدر تعمل الدور ده صح لازم تبقى في جواها هواء، ولازم يبقى فيها حاجات مساعدها انها تفضل منفوخه. الجهاز المناعي لما بيبتدي يتعامل مع الفيروس بيجيب كل
كل الخلايا المناعيه بتشتغل، انترلوكين والماسل والما يعني كم خلايا، مش عايزه اخش في تفاصيلها. الخلايا دي بتعمل ايه؟ عشان تقلل من العدوى او الاصابه اللي حصلت، تبتدي تفرز، اولا بتساعد بتخلي ال 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 البلاد فيسلز او ال ال اللي هي الاوعيه الدمويه البرميابيليتي بتاعتها تزيد، فبالتالي ترشح ميه، تدخل ميه في الحويصله دي. الحويصله دي كده بتتملي ميه مع الوقت، فبقى تبادل الغازات فيها بقى مستحيل. هي هدف الخلايا المناعيه انها تقلل من حده الفيروس، بس على الجانب الاخر هي بتحصل الميه، ولكن الموضوع ان هي بنقلل تبادل الغازات بالظبط. هي قللت الفيروس، هي قللت الفيروس، بس تبادل الغازات ما بقاش قايم بنفس الضوء. الحاجة التانية اللي بتبطن الحويصلة الهوائية دي حاجة اسمها سيرفكتن، بتساعدها انها تبقى عاملة زي البالونة مفتوحة. فدي بيحصلها زي دايليوشن او تخفيف، فبالتالي ما بتأديش كفاءتها او دورها بنفس الكفاءة المطلوبة منها. فبيحصل ايه؟ ان ممكن الحويصلة الهوائية دي يحصلها كولابس، اكني بالونة وفضيتها وكانت مليانة مية فلزقت في بعضها. فتبتدي دي بقى الاعراض اللي لازم الانسان فيها يتحط على جهاز تنفس صناعي، لازم. طيب خليني اسال حضرتك سؤال برضه. هو انا في مثل حاله فيروس كورونا وفي مثل ظروفنا النهارده بتوجه للمستشفى لما بحس بالاعراض اللي انا فيها في حاله خطر؟ ما هو ده برضه يعني ممكن يخوف الناس، او يعني يقول لك طب وانا ايه اللي يخليني اروح لحظه الخطر ويمكن ما الاقيش دوري فبقى ابتديت الخطر فكده هموت، ويبتدي يعمل ذعر. انا مش عايز اعمل ذعر، انا عايز اقول الميعاد المناسب اللي اروح فيه لو اتاخرت ساعتين ثلاثه ست ساعات قدام المستشفى، تاني يوم ما لقيتش يعني، وتاني يوم اروح المستشفى ابقى كل ده انا ما دخلتش في الحاله اللي بيسموها الريسكي كيس او الهوبليس كيس. انا مش عايز ادخل بالمريض في المنطقه دي، انا عايز اقول امتى اروح وادي له برده براحه انه يبقى معاه فرصه انه يعمل مسحه النهارده وياخد نتيجتها بكره، فيبتدي ياخد العلاج بعد بكره فيبقى كويس برده. امتى؟ هقول لحضرتك اول ما تحصل اعراض التنفسيه تزيد، الكحه تبقى زيادة متواصلة بطريقة جامدة مع الكحة، الواحد مش عارف ياخد نفسه، يبقى لا في مشكلة، يبقى بس هنا أجري على المستشفى. أجري على المستشفى عشان ألحق هم يلحقوا يتصرفوا. عادة على فكرة أي مريض كورونا المفروض من بروتوكولات العلاج إنه بياخد حاجة زي البانادول مثلا، دي أنتي إنفلاماتوري، بتخفف من أعراض الجهاز المناعي التفاعل الرهيب اللي بيعمله ده، فبيثبط من الرياكشن ده. فساعتها لو هو اخده كل ست ساعات زي ما هو عادة البروتوكولات العلاجية بتقول عليه، او ديكساميثازون بياخده برضو بنفس الطريقة، او يعني حسب طبعا ما الدكتور بيقول له البروتوكول. وقال ان ديكساميثازون ده مخصص للناس اللي هتدخل العناية المركزة باعتباره ان هو كورتيزون. ديكساميثازون ده مش حاجة جاية من الفضاء، يعني ده هو الكورتيزون اللي في كل الأدوية بتاعتنا، هو ده الكورتيزون. هو الهدف منه ايه؟ هدي جهاز المناعة، هدي جهازك المناعي اللي اتجنن عشان يقدر يقاوم المرض، عشان ما يدخلش ميه على الحويصلات وما يسدهاش ما يعمل لناش، عشان يلحق يعني يبقى تفاعله أهدى من كده. ما هي اي على فكرة اي مشكلة في الجهاز المناعي بيبقى أساسها أن أنا الجهاز المناعي اعتبر ممكن يحارب الجسم نفسه من كتر ما هو بيتلخبط. هو مش بيبقى عنده تارجت محدد وعارف إيه الصح والغلط، هو بيخش بكل تقله عشان يلحق الكارثة اللي حصلت. أي حاجة غريبة حصلت، صحيح. مجرد الاستريس بس. يعني عادة الناس اللي بتجيلهم أمراض مناعية بتجيلهم دايما بعد ما تعرضوا لضغوط جامدة. صحيح. طيب وده برضو بينقلني مع حضرتك إلى جزء آخر من الحوار، ولما بنتكلم عن رفع المناعة في وقت اصلا الناس اوريدي هم تحت ضغط، وتحت ضغط في ناس كتير اتاثرت ماديا، فهم تحت ضغط مادي بسبب ان اعمالهم مش متظبطه، شغلهم مش متظبط، يمكن حتى مواعيد شغلهم وجداولهم ونزولهم وخروجهم مش متظبط، حتى الطاقه السلبيه اللي كانوا بيطلعوها في النوادي وفي الشواطئ وفي الرياضه وفي الحركه برضو بقت مكتومه. فاعتقد ان ده اوفرلود على الاجهزه المناعيه لجسم الانسان، باعتبار ان دي احد مسببات انهيار المناعه اصلا. صح. اساسا يعني صح. فكره ان الواحد خايف اصلا من الاصابه وخايف من كل اللي حواليه. يعني عايزين بقى نعمل موازنه لطيفه نحافظ بها على مناعه المصريين في وجود كل هذا التوتر. يعني اللهم مش عايز اقول لك ان حتى الواحد لما بيفتح الاخبار النهارده بيتوتر. ايوه فعلا. بعيدا عن كورونا كمان، حتى يعني ما يحيق بهذا الوطن من مكر اساسا مسبب لنا توتر من خوفنا على بلدنا اصلا. صح. فازاي الواحد يظبط مناعته بقى مع كل الضغط ده؟
بص حضرتك، ده سؤال في منتهى الأهمية، لأن هو ده الشيء اللي احنا كلنا لازم نشتغل عليه دلوقتي. جهازنا المناعي ده جهاز محتاج تظبيط، لو اتظبط فربنا حاطط لنا فيه كل حاجة ممكن تقينا من كل الأمراض. بمعنى إيه؟ في حاجات أساسية مهم جدا، الراحة. الراحة صح، إنك تنام 8 ساعات في اليوم وتنامهم بالليل مش الصبح وتقلب اليوم، لأن ده بيخلي جسم الإنسان يقدر يستقبل أي مشكلة يقابلها بعد كده. مهم جدا ان الواحد يبعد عن الضغط العصبي والتوتر، لان ده مش ده في حد ذاته لوحده من غير لا فيروس كورونا ولا اي حاجه ممكن يدخل الانسان في متاهه ما يقدرش يطلع منها ابدا. ممكن يجي له اعراض امراض الدنيا والاخره وهو ما عندوش اي مرض. صح. هو اعراض كلها حاسس بيها، ممكن يحس ان عنده امراض في القلب وكده لمجرد ان هو بس تحت ضغط. فالضغط والتوتر ده لازم نبعد عنه في خالص. سلسله من الامراض اسمها يعني الامراض النفس بيولوجيه، فعلا وفعلا والدكاتره ويروحوا ويكشفوا ومفيش حاجه، الدكتور بيعمل معاه كل التشخيصات الممكنه والغير ممكنه بعد كده. ويقول له انت بس متضايق، انت لازم تحل الازمه اللي يعني انت يعني بره بمنتهى الصراحه كده بيحولوه للامراض النفسيه. عادي ده مش عيب، مش عيب، ده مرض نفس تمرض زي الجسم بالظبط. بالظبط، بالعكس دي مرضها هي اساس امراض الجسم كله. صحيح، مع الاسف ما سمعناش عن واحد اتزعل نام ما قامش، جات له جلطة، جاله شلل، ارتفع عنده الضغط فجأة، اكتشف ان عنده سكر في الليلة اللي زعل فيها. يعني الزعل ده ده موضوع مرعب جدا. فعلا. طب برضو فعلا احنا عايزين برضو نهدي الناس كده برضو ونزود المناعة. بالظبط. نقول ايه؟ اولا لازم نحاول على قد ما نقدر ان احنا التهوية عندنا في البيت تبقى كويسة جدا. مهم قوي نلعب رياضة حتى لو في البيت. لو حضرتك فتحت كده فريش اير الصبح وقعدت ان شاء الله يا رب تعمل تمرينات اللي هي ستريتش، اللي هي بس مجرد بتشد العضلات تفتحها، بس انك تلعب على عجلة، تمشي انت وولادك، تجري، تعمل اي حاجة في البيت، ده شيء كويس جدا. رجالة تلعب ضغط، تلعب تمارين بطن. ايوه، يعني التمرينات السويدي اللي كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين مع بابانا ومامتنا، يعني انا اقصد في تمرينات بسيطة جدا. صحيح. ممكن اعملها. صحيح. بالشرط اروح جيم عشان العب رياضة. صحيح. لو انا ده مش متاح لي انا ممكن العبها في البيت، شوية ايروبكس، شغل اغاني وانت وعيلتك اتنططوا عليه، مجرد التنطيط في حد ذاته. الرياضة دي بتخدي الواحد، اولا بتطلع الطاقة السلبية، ثانيا بتخلي جهازك بصحصح، يعني جهاز المناعي بالذات. مش عارف ليه عندنا كونسبشن كده او مفهوم في المجتمع المصري ان خلاص احنا عجزنا بقى كبرنا. لا، عجزنا دي العيال بقى. اولا الشباب شباب القلب بيقولوا كده، واللي عشان انسان يخلي قلبه كويس لازم يطهر نفسه، وفي نفس الوقت لازم يساعد نفسه هو يشوف نفسه كويس. يعني انا لما اقول لنفسي انا كبرت وعجزت، طب انا ما خلاص انا اللي بدي نفسي الطاقه السلبيه اللي انا بقولها، انا اللي بموت في نفسي. وعدم ممارسه الرياضه والحركه اصلا كده كده هيخليك، على فكره هيخلي جسمك يصدقك. بالزبط. يعني تجاعيدك هتزيد والميه هتقل من جسمك وعضلاتك هتضمر وظهرك هينحني عادي. انت بتزق نفسك لمرحله خطر، يعني انت اللي بتحط نفسك في المرحله اللي انت بتشوف نفسك ايه. هتلاقي نفسك كده. صحيح. شايف نفسك كويس وعايز تبقى كويس واحسن وصحتك احسن، هتلاقي نفسك احسن. بسبب بسيط، العمليه ملهاش اي علاقه بالسن. صحيح. يعني في اطفال بيموتوا وفي كبار وبيعيشوا وبيموتوا في لحظه وهم صحتهم زي الفل ما شاء الله. والرياضه ضروره للكبير والصغير وكل واحد على قدر استطاعته. صحيح. ما حدش بيقول لازم تهلك نفسك رياضه، لا، اتمشى بس اعمل حاجه معقوله معتدله بس استمر عليها. صحيح. لو قدرت توصل بالمرحله دي هتبقى قدرت فعلا تقوي جسمك. جهازك بقى المناعي محتاج اكل صحي. يعني ما ينفعش تبقى بتاكل حاجات مقليات وحاجات مليانه دهون وكربوهيدرات عاليه وتقول انا رياضي وهبقى كويس وانا تمام. لا، كل خضار وفاكهه، دي مليانه انتي اوكسيدنت ومليانه فيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين اي، اللي بيتاخدوا كعلاج وقت لما يتصاب بالكورونا، او بيتاخدوا كنوع من انواع الوقايه عشان ما تتصابش بالفيروسات والبكتيريا. لو دخلت في الخضار والفاكهه، لو قعدت عدد لحضرتك قد ايه هم فيهم حاجات مفيده، فيتامين سي موجود في الليمون والجوافه والبروكلي والبقدونس والفلفل والحاجات الخضراء كلها فيها فيتامين سي. ده طبعا غير الحديد اللي موجود في الحاجات الخضراء الغامقه كلها والحاجات اللي بتسود زي الكلوروفيل نفسه كمان. بالظبط. في كمان عندنا الزبادي والبروبايوتكس. البروبايوتكس دي عباره عن بكتيريا نافعه في جسمي. طبعا دي موجودة أصلا، ربنا حطتها في جسمنا علشان تقينا من الأمراض، تقينا من البكتيريا الضارة والميكروبات الضارة. تخيلي حضرتك امبارح كنت بقرأ عن الموضوع ده، بروبيوتكس، اكتشفت انها بتقاوم البكتيريا الهيلوباكتر اللي بتسبب القرحة. الهيلوباكتر بايرولي. لان هي، ما هو بص حضرتك انت عندك الفيروس عندك اللي بيسبب مكان القرحة.
تصدق حضرتك انت عندك مكان ليكن هو ده المعده، المعده دي فيها مكان فاضي صحيح، يتحط فيه بكتيريا نافعه زي البروبيوتيك الاسيدوفيلس او واتيفر اللي هي بتيجي في الزبادي وكل الحاجات الفرمنتد فود كلها كلها موجود فيها البروبيوتكس دي، يا اما تحط فيها ميكروب ضار زي البكتيريا الهيليكوباكتر بكتيريا اللي هو يعمل لك قرحه ويعمل ويعمل صحيح. طب انت افضل لك ايه؟ ما تنمي الحاجه الكويسه هي لوحدها هتزيح التاني، مش هتخليها تاخد مكان. ما ابن ادم وعاء شرا من بطن. صح دي حقيقه، دي حقيقه. مهم قوي ان احنا نرجع تاني برضو لموضوع المناعه، احنا اتكلمنا في الرياضه واتكلمنا في ان احنا ناخد الانتي اوكسيد او المضادات الاكسده اللي في الخضروات، وخصوصا الخضروات الملونه والغامقه من الفاكهه والخضره، قد ايه الياف كتير، قد ايه فيتامينز، قد ايه املاح ومعادن، وحاجه جميله خالص. في حاجات بس استكمالا لحته البروبيوتيك، في حاجات اسمها بريبيوتيك بتخلي البكتيريا النافعه اللي هي البروبيوتيك دي تبقى فلاريشت احسن. بما ان احنا دايما بناخد مضاد حيوي على عمال على بطال، فاحنا بنأذيها وبنموتها. حضرتك فتحتي نقطه مهمه جدا، فاحنا المفروض نوقف حكايه المضادات الحيويه اللي عمال على بطال، لان احنا كده بنموت البكتيريا النافعه اللي في جسمنا. طب اذا هي ماتت ازاي احييها تاني؟ ان انا اخد زي ما قلت حاجه الزبادي والحاجات الفرمنتد فود، وان انا اخد حاجه اسمها بريبيوتيك. دي موجوده في ايه؟ موجوده في الموز، موجوده في العسل الابيض، حاجات في منتهى البساطه، الجارليك اللي هو الثوم والبصل. الحاجات دي لوحدها بتنمي البكتيريا النافعه في الجسم، بتخلي البروبيوتيك تصحصح معانا وتبتدي تاني تشغلها تاني، حتى لو كانت ماتت بسبب المضادات الحيويه اللي حضراتكم بتستخدموها عمال على بطال. معاك جدا في ده. طيب ايه بقى تاني ممكن نعمله في نفسينا؟ مهم جدا ان احنا نقلل من السكريات. السكريات دي سموم بيضاء، السكر والملح ده سم ابيض انت بتحطه في جسمك. معنى ايه ان انا اقول الناس اللي اكتر عرضه من ضمنهم الدايبيتس، الناس اللي عندهم سكر، لان هم مش عشان هم وحشين، لا، عشان الدايبيتس ده معناه ان سكره عالي ونازل وعالي ونازل. العلو والنزول ده بيبوظ الدنيا، بيخلي جهازك المناعي يلق، ده انت لو يعني عايز تاذي نفسك هو ده اللي اخبطه بجد. فممكن انسان يبقى ما عندوش سكر بس عمال ياخد سكريات طول النهار، ياخد 5 معالق سكر على كوبايه الشاي. طب ما انت بتحول نفسك لمريض سكر وانت ما عندكش، انت الانسولين عندك بيفرز وانت تمام، بس انت بتعيش جسمك كانك مريض سكر. لا، وانا كل ما برفع يعني معدلات السكر في الجسم فبيفرز انسولين عشان يدخلها جوه الخلايا. اوكي، وانا عمال ازود في السكر الانسولين عمال يطلع اكتر، بعدين البنكرياس مش هيلاحق بتهري الجسم. اللحظه اللي مش هيلاحق فيها السكر يعلى. وعايزين نضيف برضه معلومه مهمه جدا يمكن محدش يعرفها، ان اللي سكره عالي لو جات له اي عدوى بكتيريه واديت له احسن مضاد حيوي في الكون ما يشتغلش معاه بساغ خالص. لا، لازم السكر ينزل. صح. طب اقول لكم على معلومه ثانيه، اللي رجله تتكسر وسكره عالي يستحيل العظم بتاعه يلحم، مش هيحصل هيلينج ابدا. صح. ولا هيحصل هيلينج حتى في الجروح، يعني حتى لو اتعور كمان جرحه مش هيلم بسبب ان سكره عالي. صح. فاذا موضوع السكر وتقليل السكر ده شيء مهم جدا لمقاومه كورونا ورفع المناعه. ايه تاني بيدور جهازك المناعي؟ الكافيين، القهوه والكولا والحاجات اللي فيها كافيين دي مضره جدا لجهاز المناعه. فالناس اللي هي عايشه حياتها على القهوه وماده الكافيين، ماده الكافيين مؤذيه جدا لجهاز المناعه، بتصبطه. الحاجه الثانيه المهمه جدا لجهازك المناعي الميه. اشرب ميه، يعني لو اقول لحضرتك صبح وليل اشرب ميه، يعني لو اقل حاجه 4 لتر في اليوم. الكلمه ما بتتعبش؟ لا بالعكس، ده انت بتغسل الكلى بالميه اللي انت بتشربها. انا عارف بس حابب اسمع منك. لو حد عنده حصاوي او املاح او صديد او اي حاجه، مجرد ان انت بتعمل دايليوشن بتخفف من المشكله اللي انت فيه. لو عندك املاح اشرب ميه كتير هتلاقيها بتنزل. طيب انا عايز بس افتح موضوع مهم جدا عشان حضرتك برضو اتكلمتي في موضوع الكافيين. انا ملاحظ في مصيبه في السوق المصري واتكلمت عنها في اكتر من حلقه النهارده، وجود بعض مشروبات الطاقه عالية الكافيين بأسعار بتتراوح بين 5 و10 جنيه، وبينزل لها إعلانات في التلفزيون. بنتكلم عن مشروبات طاقة في الدول المتحضرة بتتباع في الصيدليات، وفي الدول الأقل تحضرا بتتباع في محطات البنزين اللي على الطرق السريعة عشان السواقين ما يناموش، أو بتتباع في داخل
جوه الجيم للناس اللي بتلعب رياضه ومحتاجه محتوى عالي من الكافيين والسكر والجلوكوز والنيسين والبي 6 والبي 12 المكونات الكتير قوي، الكيمياء الكتير قوي دي محتاجينها في حاجه، لكن ان الكيمياء الكتير دي تبقى موجوده في مشروب بيتعمل له اعلانات في التلفزيون بطوله الممثل الشهير وتنزل بخمسة جنيه بطعم الفراوله والاطفال عمالين يفرموا طبعا. اللي يعني اللي عنده وعي هيمسك العبوه كده ويقرا، اولا هيلاقي هذا المنتج لا يناسب الحوامل ومرضى الضغط ومرضى القلب ومرضى السكر، يحتوي على محتوى عالي من الكافيين، لا يخلط بالمواد الكحوليه، يحتوي على تحذيرات 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 كلها والله العظيم، وانا نظري بالنظاره 6 على 6 ما عارف اقراها، بجيب عدسه عشان اقراها. انا بنبه ان ده في ظل وجود فيروس كورونا، هذا المحتوى العالي من الكافيين اللي بقت الاطفال بتتداوله بدون رقابه، ده شيء مرعب. عندنا منتجات في مصر انا ما عنديش مانع انها تنزل بجنيه وعلى الارصفه، بس يتكتب عليها تحذير زي اللي بيتكتب على السجاير، هذا المنتج لا يناسب الاطفال. بص حضرتك، انا اعتقد يعني انا معاك تماما في اللي انت قلت، بس انا اعتقد دي مسؤوليه الاسره. ما فيش حاجه اسمها ام ما تبقاش عارفه بتدي ايه ابنها، ما فيش حاجه اسمها كده، لازم توعيه تفهمه تعرفه، حتى الشباب اللي هو فاكر ان دي حاجه كويسه وطاقه وانا جدع، شباب الجامعه كله عمال بيشرب مشروبات طاقه رايحه، انت مش جدع، انت بتهلك صحتك. دي مش جدعانه كده على فكره، انت يعني انت لو انت محتاج دي عشان تفوقك يبقى انت مش، انت العب رياضه، اعمل حاجه في نفسك، بيلد يور سيلف، ابني جسمك صح، لكن مش تموته تخلص عليه. ما انت هتقعد كده شويه هتبقى كويس قوي ومبسوط، وبعد كده هتلاقي جسمك هيتهد. يعني اذا الكافيين المرتفع ده يا فندم بيقلل المناعه. طبعا ده من اكتر العوامل اللي بتهد جهازك المناعي الكافيين ده، غير انها بتسهر ساعات وبتعمل مشاكل، بتعمل توتر غير طبيعي. مين اللي محتاج ان هو يحط نفسه في ظروف سيئه زي دي في الفتره دي؟ ما اعتقدش حد محتاج كده. صحيح. السجاير اللي حضرتك بتقول على العلبه بيبقى مكتوب ده، السجاير دي لو اقول لحضرتك بتضر الجهاز التنفسي قد ايه، السيجاره الواحده بتشل الاهداب اللي هي اول خط، تاني تعتبر تاني خط دفاع مناعي ربنا حطه في جسمنا، ربنا مديه لنا هديه عشان يطلع التراب، يطلع التراب والمشاكل والبكتيريا والفيروس اللي بتخش بيرفعها لفوق، شغال لفوق، بتشوفها تحت المجهر عباره عن شعر كده، شفت شعر بيعمل كده بيطلع التراب لفوق 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 لحد ما تطلع. تخيل حضرتك لبره. انت بتشلها بالسيجاره الواحده لمده 30 ل 40 دقيقه، يعني حوالي ساعه الا ربع بتتشل الاهداب دي، ما بتقدرش تتحرك، بتقف. ده عند بعض الناس مشلوله من 20 سنه. ده حضرتك ممكن واحد ياخد سيجارتين ثلاثه في الساعه، فده خلاص ده بيخلص على صحته. ده غير ان طبعا انت بتحرق في السيجاره، انت كل انت بتحرقها بتقلل في عمرك. السيجاره هي كانت اهي، وانت بتحرق انت بتنزل. صحيح. من عمرك. الناس اللي فاكره ان صحتها مش هتحاسبها على اللي هي بتعمله ده، الصحه كله دي بيدفع ثمن في الاخر. الصحه دي فعلا اكبر نعمه نحمد ربنا عليها. صحيح. صحيح. والناس صحيح. مع الاسف اللي مش بتقدرها وبتحافظ عليها فجاه بيحصل لهم تراب في لحظه ما بتقدرش تسيطر. في ناس حضرتك عارفه ما بتصدق تطلع في الهيصه على طول، عايزين يمسكوا في اي حاجه، زي كده اللي مسكوا في ان ظهر علاج جديد للفيروس بالنيكوتين وقال لك بس المدخنين في مأمن، ومش عارف مين في كندا قالوا ان نوع من انواع المخدرات بيساعد في ففي ناس كده برضو بتحب تقفش الحاجات دي. في ناس برضو قفشت في تصريحات مهمه جدا صدرت عن منظمه الصحه العالميه بتقول ان المصابين بالمرض ولا يظهر عليهم امراض اعراض غير ناقلين للعدوى، ففي ناس كتير قوي قالت تساهلت بقى خلاص اي حد ما بيعتص ولا بيكح بقى نبوس ونحضن بقى، لا مفيش لا مشاكل. لا حاول هنا حضرتك اكيد سمعتي هذا الكلام جدا، ان حضرتك فتحت الموضوع ده لان ده مهم جدا. هقول لحضرتك حاجه، الفيروس حجمه 125 نانو متر، نانو متر ده يعني لو حضرتك الشعرايه قد يعني الشعرايه يعني ممكن لو قطرها قد كده الفيروس بالنسبه لها فتفوت. النانوميتر ده شعرايه اللي احنا يا دوبك يعني ما تحسش انها حاجه يعني شعرايه قطرها لوحده لو هو قد كده الفيروس بالنسبه لها فتفوت. يعني ممكن نبص على الشعرايه شعرايه الواحده نلاقيها تحت الميكروسكوب قد كده والفيروس عليها حاجه كده صغيره فتفوته بالنسبه لها، مش متشاف بالنسبه. طيب كم عدد الفيروسات اللي يخليني ابقى مصاب؟ لان في ناس قالت برضو العطسه الخفيفه غير العطسه الثقيله غير اللي لمس حاجه بسيطه كده. الاصابه بتحصل ب 1000 فايرال بارتكل، يعني جزء فيروسي، 1000 جزء فيروسي يخش يعمل اصابه. 1000. طيب هل الناس اللي هي مش باين عليها اعراض دي بتنقل العدوى ولا لا؟ اقول لحضرتك لو انا دلوقتي ليكن انا عندي الفيروس وبتكلم مع حضرتك كده وانا بتكلم عادي، ممكن اطلع كام فيروس بارتكل؟ اطلع 20
20 فايرال بارتيكل. اوكي ده مش هينقل لك العدوى، بالذات لو واخدين السوشيال ديستانس ولو انا حاطه ماسك وحضرتك حاطط ماسك، يبقى انت كده ايدير كيس مش هتاخد مني العدوى. طيب ده في التنفس، سوري ال 20 ده في التنفس. طب لو انا بتكلم بقى وبدات عماله بحكي كتير، يطلع 200 فايرال بارتيكل في الدقيقه، في الدقيقه الواحده 200 في الدقيقه، 200 في الدقيقه. طب لو انا يعني ظهرت 5 دقائق كفايه، 5 دقائق ده زي الفل كده الحته. لو انا مش لابسه ماسك وحضرتك مش لابس ماسك اوكي ومش واخدين السوشيال ديستانس، طيب لو انا بقى بدا عليا كحه وعطس، طب هيطلع مني كام؟ هيطلع ما يعادل 200 مليون فيروس في العطسه والكحه. اوبس 200 مليون في العطسه، 200 مليون في العطسه ما شاء الله. تخيل حضرتك ال 125 مايكرو ده قد ايه مش متشاف، ده لو جبناه تحت الالكترون مايكروسكوب عشان نشوفه تبقى العافيه، مش هقول لحضرتك حاجه. انت دلوقتي لما بتعطس او بتكح وانت مش لابس كمامه ومش عامل في كمك، ما احنا بنقول حط في كمك عشان ما تنشرش العدوى. صحيح سبراي دي. انت دلوقتي في فيروس، في حاجات محاطه بشويه ميه طالعه من البق طبعا او من العطسه، فبتبقى تقيله هتنزل قدامك كده. في حاجات تانية بارتكلز تانية رفيعه قوي هتطير تتغير في الجو. طبعا سبراي. توصل الديستنس ممكن مسافه 2 متر توصل لها. شفتوا المكواجي كده؟ بالظبط زي الفل. هو كده، هو من غير كده حتى. بقول لحضرتك عطسه واحده لو ما خدش الاحتياطات الصح. في ناس مش متخيله، عايزين تجربوا تشوفوا انتوا بتطلعوا ايه من بقكم وانتوا بتتكلموا. كل اللي عليك تظلم الاوضه خالص وتجيب الموبايل بتاعك تشغل اللمبه وتحطها قدامك على بعد متر واقعد اتكلم. شوف الحاجات اللي هتطير كده وكده وكده. بس ظلم الاوضه وحط الموبايل قدامك كده واتكلم قدام الموبايل. شوف الحاجات اللي هتطير من بقك، يعني كانك بجد قاعد مع مكواجي. بالظبط. فعلا. لا 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 دي حقيقه فعلا. وبعدين عشان كده بنقول ايه دايما ننظف الاسطح. افرض واحد عطس وهو مش واخد باله، ننظف الاسطح عشان لان الميكروب بيقعد على مثلا سطح زي ده زي الازاز ممكن يقعد عليه 4 ايام. رغم ان هو كفيروس هو عباره عن ماده وراثيه وغشاء مش حاجه. ما تقلقيش احنا يعني ماسحين ده بالكلور. لا لا ما انا واخده بالي. الحمد لله. الاحتياطات دي مهمه جدا في البيت، في اماكن العمل مهمه جدا. ما حدش يقعد مكان حد كان قاعد على الكمبيوتر ويقعد يشتغل مكانه. لا نعقمه ننظفه. بتحصل مجرد انا معايا الكحول بتاعي المفروض ضروري بقى. بالظبط على طول على طول تنظفه وعلى طول تبعد ايدك عن وشك. لسبب هي ايدك لوحدها لو هي فيها جرح ولا حاجه هخش من عن طريق الدم. ماشي فعلا. ايوه ممكن يدخل. اوه هي مشكله. هو ليه بنقول بلاش حد يلمس البق والانف والعين؟ ليه بنقول عشان ايه؟ هو اصلا بيخش عن طريق الجهاز التنفسي. طب دول لا ليه؟ لان دول المحاطين باغشيه مخاطيه مليانه شعيرات دمويه ممكن تدخل على الدم على طول. الشعيرات الدمويه دي هتدي الفيروس. انا خدت هنا مثلا، هنا كان في فيرال بارتيكل حطيتها في عيني كده دخلت عن طريق الدم خلاص شكرا. هي هتلاقي طريقها جوه، ما تقلقش. هي عارفه تروح ازاي. هي هتلاقي طريقها، هي ليها ريسبتورز بتخش على طول لغايه ما تلاقي، لانها الدم ده انت بيلف في الجسم كله طبعا، فاكيد كده كده هيروح للرئه اكيد، يبقى وصل للحويصات الهوائيه احلى مكان خلاص. هو لا هو طيب. بيلاقي المكان يعني بياخد له لفه الاول يتعرف على الجسم كله يعرف المكان المناسب ويقعد. هيلاقي مكانه. المكان بقى اللي بيلاقي فيه درجه الحراره المناسبه، القلويه والحموضه المناسبه، بيلاقي حتى كل العناصر اللي بتخليه يعمل من نفسه نسخ في هذا المكان. بالظبط. البروتينات اللي بتعجبه بقى السهله الجميله دي اللي يعني يقدر يعمل منها نسخ كتير. كل فيروس بيبقى له مكان مفضل في الجسم. بالظبط بالظبط، لان هو بيبقى ليه زي ريسبتورز او حاجات يقدر يمسك بيها في الخليه. لو هو وصل للخليه هيمسك فيه خلصت خلاص. المهم احنا بقى هدفنا ان احنا ما نوصلوش. طب ربنا مدينا في جهازنا المناعي حاجات اساسيه في الاول، الشعر اللي في النوز او الميوكس ممبرين او الغشاء المخاطي اللي في الانف والعين والميه اللي في العينين دي كلها بتساعد، بتبقى اول خط دفاع ربنا حاططهم. معلش ممكن تطولي بالك معايا شويه يعني؟ أنا اسف انا لا اسف، بس انا حابب جدا يعني معلش حاجة يعني ايه استحملوني فيها يمكن ما تعجبكمش، بس انا بلاقي في بعض الاحيان انا اسف هتلاقوا عند الرجالة او الستات يمكن لما بيروحوا للحلاق بتلاقي الحلاق على سبيل المجاملة بيقوم واخد المقص وحطه في مناخير الزبون وقصص له شعر مناخيره. انا اسف لان الموضوع ممكن يكون يبدو مقزز يعني، بس انا بشوف الظاهرة دي كتير وبحب دايما اكشف عن الحاجات اللي يمكن ما تعجبكمش بس تكون مفيدة. ايه رأي حضرتك في ظاهرة زي دي؟ بنشوفها في الكوافيرات وبنشوفها عند لا انا ما احبش حاجة زي كده لسبب بسيط. انت بتخلي قولي لي انت كده بتعمل ايه؟ انت بتأذي جسمك، انت بتكسر اول خط دفاع عندك. الشعر اللي في الانف ده ايه لازمته؟ ده عشان اي حاجة غلط تخش يمسكها.
امسكها. يعني ربنا ما خلقوش اعتباط لا طبعا مفيش يعني. حاجه ربنا خلقها ملهاش لازمه، لازم نفهم ده كويس جدا. انت بقى عايز تضيف لنفسك وتشيل الحاجه الميزه اللي ربنا ميزك بيها عشان تساعدك وتحميك، انت حر، انت مسؤول عن نفسك. اذا حاجه زي دي ممكن النهارده تساعدها انتشار فيروس كورونا. اه طب ما هو هو ده اول الاعلام بالمناسبه، ده يعني اول مدخل، ده اول مدخل. الفيروس قد ايه صغير، بس انت لما تساعده ان هو يدخل ما انت دخلته. انت بتقول نلبس كمامه ليه؟ عشان تساعد ان مفيش حاجه تدخل. فتروح عند حلاق يدخل مقص في مناخيرك. الميوكس ممبرين. انا عارف الموضوع مقزز، انا اسف بعتذر تاني، ولكن انا بتكلم عن معلومه علميه مهمه جدا. طب وخطر. انا هقول لحضرتك بقى، هقول لحضرتك يعني نعمه ربنا علينا، الوضوء اللي ربنا مدهولنا بطريقته دي قد ايه تمنع الفيروس انه يخش. الاستنشاق ده معناه ان انا بدخل ميه وبسحب، يعني حتى لو دخل وهو مربوط دلوقتي في الشعر اللي موجود ولا في الميوكس اللي موجود في الانف، في المخاط اللي موجود في المخاط. ايوه سوري معلش انا ساعات بطلع اوت اوف بوكس. المخاط ده مجرد ان انت بتستنشق صح ثلاث مرات زي ما ربنا يعني زي ما الوضوء مطلوب منك، انت بتشيل الميكروب ده. تخيل بقى الغرغره او المضمضه اللي بتتمضمضها دي، انت بتشيل كل البكتيريا اللي موجوده في بقك اللي هي اساس معظم الميكروبات بتاعه الجهاز الهضمي بتخش من الفم. انت بتخلي جسمك يقدر يقاوم المرض. لما اقول لك اشرب ميه كتير، انت بتخلي جسمك في رطوبه تقدر تخليه العينين دي ما تبقاش اي فيروس يدخل منها، الانف ما يبقاش اي فيروس يعدي منها. واخد حقها من الدموع برضو، الدموع دي بتعقم بالمناسبه يعني، مش مخلوقه اعتباطا برضو يعني. طيب حضرتك اتكلمتي في موضوع مهم جدا، وهو موضوع يعني السوائل واهميه السوائل، عشان في ناس كتير قوي بتنسى، وفي ناس كتير قوي متخيله ان المشروبات الغازيه اللي بتشربها اللي برضو مليانه كافيين بالمناسبه، يعني كان الحاجه الساقعه اللي لونها اسود واتيفر كان نوعها ايه، بتحتوي على حوالي 69 ل 68 ملي جرام كافيين. ده غير السكر، ده غير السكر، ده بتبقى يعني فيها على الاقل 9 معالق سكر. انما مشروبات الطاقه مثلا ام 5 جنيه دي تقريبا دي بتتكلم في 73 ملي جرام في العبوه، ال 220 ملي. وهم لما كمان اذكياء قوي، لما بيجي يحط لك النسبه بيحط لك النسبه لكل 100 ملي، فانت ما تاخدش بالك برضو. انت بتشرب قد ايه بقى؟ بتشرب بقى كام؟ دبل بقى تريبل بالظبط. هم برضو اذكياء جدا ان هم بيبيعوا، عشان كده الموضوع ده مضايقني وحابب اتكلم فيه. موضوع السوائل يا فندم، موضوع اهميه شرب الميه، وخصوصا في ظرف زي فيروس كورونا، عايز حضرتك برضو تاكدي عليه. بص حضرتك، الميه في حد ذاتها كافيه جدا، بس طب في حاجات ممكن نحطها على الميه دي تزود مناعتنا احسن، تخلينا نقاوم الفيروسات احسن. حياتك عارف ان اليانسون، القرنفل، القرفه من اكتر الاعشاب اللي ممكن ترفع جهازك المناعي وتحسن مقاومته للفيروسات. طب يجرى ايه لو اخذنا كوبايه يانسون دافيه حلوه كده مع عسل ابيض؟ يبقى بريبايوتيك مع الانتي فايرال، اخذناه كده واحنا ساكتين ما عملناش اي حاجه. لو عصرنا عليه شويه ليمونه، بس لما يهدى، مش احطه الليمون عليه يتكسر على النار. لما يهدى ابتدي اعصر عليه ليمون. طب انا لما اجي اعمل اليانسون بتاعي ده اعمله ازاي؟ اغليه وبعد كده اصبه في الكوبايه واغطيه، عشان كل الحاجات اللي بتتطاير منه ده الفولاتايل دي ما افقدهاش، استفيد بيها انا في جسمي. ولما يهدى اعصر عليه نص ليمونه مع معلقه عسل ابيض لما يهدى، واقلبهم واشربهم. يعني ما تتخيلش حاجه زي دي في منتهى الروعه ازاي لجهازك المناعي، زيه القرفه، زي القرنفل. الحاجات دي لو احنا عملناها بروتين يومي، بدل ما تشرب قهوه اشرب حاجه زي كده. في الاول ممكن تبقى مش متعود عليها وحاسس انها غريبه، بس انت حبك لجسمك وحبك لنفسك ولعيلتك وان انتوا تبقوا حياتكم افضل هتقدر تعمل. انا على فكره بقيت بشتاق لكوبايه الزنجبيل بالليمون بالعسل دي زي ما كنت بشتاق لفنجان القهوه في نفس الميعاد. بالظبط، تخيلوا بقيت. بص والله العظيم، بس عودت نفسي، بقيت مبسوط جدا بالموضوع. بص هو برضو هو بس هو يعني هو ريجيم، هو هو طبيعه حياه، يعني نظام حياه او نظام غذائي انت بتعمل لايف ستايل. لو قدرت تستمر عليه لمده اسبوع وانت مغصوب عليه، هتلاقي نفسك بقى ده الطبيعي بتاعك، ما تقدرش تغير. انا كنت سعيد جدا في حواري مع حضرتك. انا حاسس ان انا كمان استفدت كتير جدا وفدنا الناس، يا رب. واتكلمنا في نقط مهمه جدا. بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني دكتوره شيرين عبد المعز، استاذ الميكروبولوجي بالمركز القومي للبحوث الذي افخر به شخصيا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك، الف شكر.
أعزائنا المشاهدين اسمحوا لنا نطلع فاصل قصير جدا ونرجع نتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع له علاقة بالقطاع الزراعي، وبنتكلم عن الذرة الشامية ومكافحة أمراض النبات في فقرة هامة جدا لها علاقة بالقطاع الزراعي. انتظرونا بعد فاصل قصير جدا، أرجوكم تابعونا.